بسم الله، لو انت عايز تجسم شكل معين ومعاك صور ليه، فتقدر تدخل الصور وتبدأ تنمزج على الصورة بأن انت تيجي هنا السيرفيس، وهتلاقي حاجة اسمها اد ابيكتشر بلان، تمام، وتحدد بقى الصورة مثلا شعر طبي مرابية، وتبدأ بقى تحط الشعر دوت، تحدد النقطة اللي تحط فيها، وبعد كده تحدد حجم الصورة، تمام، وبعد كده تبدأ تشتغل عليها باستخدام الأوامر بتاعة النمذجة.